أنا اسمي باس النعوري وبعزف مع فرقة زائد ناقص، بعزف ترومبت وميدي كيبورد بيركشنز. أنا اسمي أمجد شحرور، بلعب بيس جيتار مع فرقة زائد ناقص. أنا اسمي عمار عرابي وبعزف درمز مع فرقة زائد ناقص. إحنا الفرقة يعني هي بتتكون من 3 أشخاص، في أنا بلعب بيس، عمار بلعب درمز، وباسل بلعب ترومبت وميدي.